ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. يعني مثل ما سوينا فيهم ترى انتبهوا نفعل بكم وما هي من الظالمين ببعيد، يعني اللي سويناه بهؤلاء ترى ما هو بعيد من الظالمين أيا كانت الدولة، سواء كانت دولة الآن ولا دولة قديما. قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين وما هي من الظالمين ببعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأخذ الله تعالى مؤلم وأخذه شديد وبطشه عجيب، ولا يرد بأس الله تعالى عن الظالمين أحد، فإن الله تعالى يوم أن قبضهم لم ينجهم أحد ولم تساعدهم قوة ولم يسندهم أي إنسان، بل أخذهم الله تعالى فنادوا وصاحوا وولولوا ولكن ولا تحين مناص ولم يستجب أحد لندائهم. وهذه أول الاستقبال، وهذه أول النكسة، وهذه أول الآخرة، وما سيأتي بعدها فإنه أعظم وأشد. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. نهاية الظالم. وكل من اعتدى على العباد أو فرط في حقوق رب العباد فإنه سينادي بهذه الكلمة ويقول رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا ارجعني إلى هذه الدنيا، خلني أصلي، خلني أزكي، خلني أتسامح من الناس، خلني أودي حقوق العباد، أدخل المساجد مرة ثانية، أفتح صفحة جديدة معك. كلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كلا إنها كلمة هو قائلها. قال الله تعالى كلا إنها كلمة، هذا مجرد كلام ونداء منك لن نستجيب لكلامك. كلا إنها كلمة أي هو مجرد كلام منك، ولو رجعناك في الدنيا ستعود إلى ما كنت عليه في ظلمك وفي طغيانك. هؤلاء الصنف من الناس إنما هم مستراح منهم، تستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. هؤلاء من فضحتهم أعمالهم كما قال الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، أي ترون كيف تكون خاتمتنا وكيف تكون خاتمتكم، فإن خاتمتنا إلى رضا من الله، وخاتمة هؤلاء إنها خاتمة وميتة سيئة، بعضهم مات غريقا وبعضهم مات حريقا. إن للظالمين نهاية. إن للظالمين نهاية. إن للظالمين نهاية. نهاية الظالمين. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها
أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولئن يخلف الله وعدك. ولئن يخلف الله وعدك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود إن للظالمين نهاية وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد اللات والعزى خير أم رب محمد أحد لا أحد بل اللات والعزى أحد لا أحد اكفر بمحمد وأرح نفسك من هذا أحد لا أحد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم.
إن للظالمين نهاية. إن للظالمين نهاية. نهاية الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له. السبب يقول الله سبحانه وتعالى: لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبب استجابة الدعاء، خلونا نستفيد. شنو رصيد يونس عليه السلام؟ قال لولا أن كان عند الرصيد من المسبحين كثير التسبيح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أذكار الصباح أذكار المساء. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. أذكار الصباح أذكار المساء. أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر. يقولها مئة مرة في اليوم، رواه البخاري. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.